للحديث أكثر عن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في العراق التي يعيشها هذا البلد والتي انعكست بالنتيجة على الحالة المعيشية للمواطن، إذ يرجع المراقبون أسبابها الرئيسة إلى الفساد والسياسات الاقتصادية الخاطئة. ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري. دكتور ماجد، بداية مرحبا بك. باعتراف وزير العمل، نسبة الفقر في العراق قفزت من 22% إلى 34% من مجموع السكان. ما هو السبب الرئيس لوصول الفقر في العراق إلى هذه النسبة برأيك؟ أعتقد أولاً النسبة غير صحيحة وهي أعلى بكثير جداً، لأنه قبل أكثر من شهر صرحوا أن نسبة الفقر أو نسبة السكان اللي تحت خط الفقر هو حدود 40%، وأنا أعتقد الآن أنه وصل إلى 45% وليس 34%. هذه من ناحية. السبب الأساسي هو بشكل عام هو سوء إدارة لأموال العراق ولاقتصاد العراق. التوجه الأساسي للاقتصاد العراقي من عام 2003 لحد الآن ولا زالت مستمر هو زيادة النفقات التشغيلية من أجل خلق الطلب ومحاربة الإنتاج المحلي والاعتماد على الخارج من أجل تغطية احتياجات الشعب من السلع والخدمات التي يحتاجها. ولذلك السياسة من البداية كانت خاطئة وفيها مصالح متشابكة، مصالح بين التجار والسلطة والجهات الإقليمية والدولية. ولذلك المسألة عمليا هي ليست عراقية صرفة وإنما هي إقليمية ودولية أيضا بنفس الوقت. الإقليمية والدولية المستفيدة على كل هي نعم. خلي بس أقول لك، الجهات الإقليمية والدولية المستفيدة الموضوع عندنا تركيا وإيران، لأنه أكثر الاستيرادات هي من تركيا وإيران. وصلت تركيا بحدود 16 مليار دولار، وقبل سنتين يعني 2018 وصلت بحدود 14.5 مليار دولار. إيران نفس الوضعية، ارتفعت من 4 مليار إلى حدود 12 إلى 14 مليار. الصين نستورد من عندها بحدود 11 إلى 12 مليار أو 10 مليار آخر سنة 2018، بينما أوروبا وكل الدول الأخرى يعني ارتباطاتنا بها ضعيفة جدا من ناحية الاستيرادات. حتى مع بقية الدول العربية، السعودية أقل من مليار دولار، كانت سوريا أقل من نص مليار، لبنان أقل من نص مليار، مصر حدود النص مليار. هذه كلها الاستيرادات اللي موجودة، ولذلك احنا أسهمنا في تنمية دول على حساب العراق. المشكلة لأنه أن يعني حاربنا الإنتاج العراقي، وحاربنا بشكل منظم الإنتاج العراقي. وأول طريقة منظمة لمحاربة الإنتاج العراقي هو عدم حل مشكلة الكهرباء وعدم توفير الكهرباء. يعني الأمر اللافت دكتور ماجد، يعني في العراق تحديدا يختلف عن باقي الدول. يعني هناك سياسيين، هناك برلمانيين، هناك يعني رواتب يتقاضونها يعني أضعاف رواتب الدول الأوروبية، ولكن في الدول الأوروبية نلحظ هناك تقدما في كل ثانية، بينما في العراق هناك تراجع لمستوى كبير جدا. والدليل هذه النسب العالية التي تصدرها المنظمات الدولية حتى عن نسب الفقر المرتفعة في العراق. يعني هذا البلد النفطي والحكومات التي تتقاضى مرتبات خيالية جدا، مع ذلك عمليات الفساد، كل هذه الأمور، سطوة الميليشيات، كيف بالتالي تنظر إلى الواقع الاقتصادي الذي حذر منه اقتصاديون وخبراء ومراقبون من أن الأجيال القادمة ستكون أجيالا مثقلة بالديون بسبب الحكومات منذ عام 2003؟ عزيزي، موضوع الديون أنا في تصوري ليست هي المشكلة الأساسية. موضوع الديون المشكلة الأساسية أيضا ليست في الواردات، المشكلة الأساسية هي في كيفية استخدام الواردات. يعني القروض هي جزء من الواردات، لكن أعباءها تتوزع على أجيال سابقة، على سنوات على سنوات قادمة. ولذلك الموضوع الأساسي اللي موجود في الوقت الحاضر هو سوء إدارة فيما يتعلق بعملية الإنفاق.
هي ليست الموارد موجودة والإمكانيات الجماهيرية موجودة، إمكانيات الشعب العراقي واسعة، الإمكانيات الاستثمار في العراق واسعة جدا. المشكلة الأساسية هي في الفساد الذي عشعش من عام 2003 لحد الآن في أجهزة الدولة وفي ارتباطاتها الخارجية بما يتعلق بالتجارة والسياسة. ولذلك الكثير من الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة الآن هي استطاعت أن تخلق وزارات كأقطاعيات لها وتوسعت في هذا الموضوع بحيث أنه بلغت النفقات إلى درجة كبيرة جدا بحدود 67 تريليون دينار، هي فقط رواتب ومنافع وامتيازات ومخصصات. لا يمكن في العراق أنه الرواتب تصل إلى 14 تريليون الراتب الأساسي والمخصصات حدود 29 تريليون. أمر طبيعي يعني أن يكون نعم يعني من الطبيعي جدا نعم. تفضل دكتور أكمل. إضافة إلى ذلك أن الامتيازات والمنافع إذا ما عرفنا أنه 67 هذا 67 تريليون 65% من عندها هي مخصصات ومنافع وامتيازات. ولذلك المسألة اللي مطروحة الآن هذه معناه 45 تريليون دينار تساوي 45 تريليون دينار هي مخصصات ومنافع وامتيازات. إذا مجرد أن نخفض نصفها إحنا وفرنا حدود 22 تريليون دينار أو 23 تريليون دينار. ولذلك المسألة الأساسية هي بدون ضبط النفقات لا يمكن لأي مورد من الموارد التي تأتي إلى العراق أن تغطي هذه النفقات بأي شكل من الأشكال، وخصوصا هذا التذبذب الموجود في أسعار النفط من فترة يعني طويلة ولحد الآن. يغض الطرف عن موضوع المخصصات والمنافع والامتيازات، ولكن لطالما يكون الحديث عن موضوع المنافذ الحدودية الذي أصبح حديث الساعة، يعني انخفاض أسعار النفط هنا ربما للتخفيف من ضغطها على الاقتصاد العراقي. تتحدث الحكومة حكومة الكاظمي الآن عن موضوع المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها الميليشيات وينبغي السيطرة عليها من أجل تخفيف هذا الضغط الاقتصادي. يعني في ظل دكتور في ظل هذه الإحصائيات، في ظل هذه التصريحات الحكومية، هل ترى أن الحكومة كتقييم لها، هل ترى أنها قد قدمت حلولاً لمكافحة الفقر وحل الأزمة الاقتصادية ورفع معاناة المواطن العراقي؟ عزيزي، لا هذه الحكومة ولا أي حكومة أخرى تستطيع أن تعمل بشكل صحيح ما لم يتم القضاء على ما لم يتم حصر السلاح بيد الدولة، هذه واحدة، وما لم يتم القضاء على الفساد أو محاربة الفساد بشكل صحيح. الفساد ليس فقط في المشاريع الاستثمارية، أكثر الفساد هو موجود في النفقات التشغيلية. هذا التوسع الكبير في النفقات التشغيلية أدى إلى وجود يعني التورط الكبير في النفقات التشغيلية، أدى إلى تراكم هذه النفقات واعتبرت خط أحمر. مجلس النواب بالفترة الأخيرة يقول لا يمكن المساس بالرواتب، وهو لا يحدد نوعية الرواتب اللي موجودة، لا يفرق بين رواتب ذوي الدخل المحدود والرواتب العليا والدرجات الخاصة، لا يفرق بين المخصصات لذوي الدخل المحدود والمخصصات والمنافع والامتيازات التي يحصل عليها ذوي الدرجات العليا والخاصة. هذه لو جمعناها مبالغ طائلة وكبيرة جدا. الذنب ليس ذنب الموظف أنه يتم تعيينه برواتب قليلة، لكن الذنب ذنب الذي يتخذ القرار في التوسع والذي يحارب الاقتصاد من أجل الاستيراد، والذي يحارب التنمية الاقتصادية من أجل تنمية القطاع الخاص الموجود في التجارة فقط وليس في المناطق الأخرى، من يحارب الإنتاج العراقي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص بحجة أنها اقتصاد حر، ولا يوجد في العراق ولا في الدستور أي كلمة تقول أنه يجب العمل ضمن الاقتصاد الحر الفوضوي أبدا، وإنما يؤكد على دور القطاع العام في الاقتصاد ودوره في التنمية ومحاربة كل من
يفسد في مجال القطاع العام. لكن المسألة المطروحة كلها مجالات فساد في جميع المجالات، من في النفقات التشغيلية وفي النفقات الاستثمارية، وما لم يتم ضبط هذه النفقات أتأكد أنه مهما كانت الموارد لا يمكن أن تغطي هذه النفقات. عبر سكايب من بغداد الخبيرة الاقتصادية الدكتور ماجد الصوري، نشكرك شكرا جزيلا.